احلى ايه؟ ايه؟ هيشه. هيشه هيشه شافتها عيني يا اكبر. شايته صوتها روعه. وايه؟ ويعي يا ازعج. ايه؟ واحده بالاكاديمي بموت فيكي. كلامهم مش مصري، مش عربي. شياتا صوتك روعه ويعي يا ازعج. حد يقول لها حاجه. واحده بالاكاديمي كلام مفهوم فاهم؟ حاجه حلوه حلوه. اوكي ثانك يو. لو اتكلمنا على الحضور وامتلاك المسرح يبقى بنتكلم عن دينا. ابدعت يا قمر في البرايم الاخير واستمري من نجاح الى نجاح وغني لشيرين. ميرسي. حاضر غني لشيرين. مشاعر يا مرايه يا مرايه مشاعر. لا غني حاجه انا واثقه منها. لا على بالي هي اللي واثقه فيها. حبيت وبيني وبين نفسي وما قلتلوش اللي في نفسي. ما اعرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه. ما بقتش عارفه اقول له ايه. ما اعرفش ليه خبيت عليه. بضعف قوي هو انا جنبه بسلم عليه. محمد. ده محمد. سوران. اوكي دينا انت دمك خفيف وروحك حلوه. غني لي لفي بينا يا دنيا واطلبي انك تغني شعبي بالبرايم لانك تبدعي في الشعبي. الدنيا دي بتحترم بس اللي عنده فلوس، اما اللي يحتاج لها بتذل فيه وتدوس. اصل الحياه مدرسه ما خدنا فيها دروس. والدنيا حلا كده، الدنيا حلا كده، الدنيا حلها كده. مشينا بالمعكوس، لف بينا دنيا بوخينا دنيا. لف بينا دنيا مرجحينا دنيا. ادينا شمال شويه. ايه علي علي شويه. ادينا عايشين يا دنيا. يعني دينا نحبك برشا وزيد. ايه حبيتك اكتر. ريتك تحب وزيد حبيتك اكتر. يعني ريتك تحب ولد بلادي غالي نسيم. انا بموت في نسيم طبعا. ركز ركزي في مليح في دروس. وعندك جمهور من تونس انت وهايدي ومروان وانيس وسوكا. شكرا لاهل تونس. وانا بعشق نسيم طبعا. دينا ممكن اطلق عليك اسم دينا شراره لانك بالفعل انت شراره للاكاديميه. ثانك يو. محمد. ايه كمين كمين. دينا المعلمه لقب رايق عليكي لان قلبك كبير وابيض وصافي. ابعدي عن السلبية وخليكي دايما بتضحكي واشتغلي على نفسك. وغني لأم كلثوم. زوزو. اوكي اغني لأم كلثوم. لا طول عمري بقول لا انا قد الشوق ولا يعني الشوق قلبي قد عذابه عذابه. وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي. معرفش ازاي انا حبيتك. معرفش ازاي يا حياتي. ثانك يو. سي يا زوزو.
دندون يا جدعة يا عسل، انت عاملة جو في الأكاديمي، ابعدي شوية عن سهيلة ومشاكلها. بالعكس انا والله ببقى مبسوطه لما سهيله بتيجي تقول لي مشاكلها وبحلها معاها، بالعكس خالص انا ما بيبقى عندي مشاكل بتكلم معاها. ثانك يو دينا، انت فعلا جدعه، شكرا بالزاف لنصايحك لإيهاب، لانه فعلا هي نصايح اللي انا اتمناها، يركز في هدفه. غنوا لي مع بعض ريان. انا عادي يلا غني، انا مش عارفه انا نصحتك ليه، مش فاكره اصلا. انا ما اعرفش بس يلا تعال غني اغنيه البرايم. تيجي اغنيه البرايم النشيد بتاعنا بقالي اخدك دي اغنيه دي. بنروح سني بترجع سني والحلم عم بيزيد، نسهر سوا نغني سوا ونضل ايد بايد، خلينا مع بعض نحلم ببكره جديد. مرتضى مرتضى ثانك يو. ده يا جماعه مش عارفه الكلام ايه. دينا نبغاك تصالحي بين محمد عباس وسهيلة، ما نتحمل نشوفهم هيك بعد صداقتهم ومقالبهم الحلوة، نتمنى يرجعوا زي الأول وأحسن. حاضر عناية والله. شيخة شيخة عناية، حاضر هحاول والله. في القناة هتكتب عادي تصالح محمد عباس بطلي موضوع كده. أوه مصريين ستار أكاديمي، بطلي تحلوي أكتر وتحكي دايما يا سكر يا دنة، قربي من سعد ومتزعلوش مع بعض عشان بتزعلونا، وخليكي مع ديدا وبيسو. عينيا حاضر عينيا. اسيا وجباره، هو اللي جبار. اسيا وجباره مصريين ستار اكاديمي. يا بنت بلدي انا بموت فيكي، غنيلي اي حاجه وانتي ملكه للاكاديميه، ربنا معاكي وان شاء الله التوب 1 يا رب. مين؟ شهندة. شهندة اغني لك اي حاجه. على بالي حاجة دلوقتي بس أغني لها إيه؟ غني مش عارف. غني حاجة حلوة. غني حاجة لوردة. غني حاجة وردة. مالي وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان، أنا مالي مالي وأنا مالي وأنا مالي بالأحزان، أنا مالي عايشة بأحلى ليالي ويا حبيبي الغالي، بحبك قوي يا عيوني، بحبك مهما لموني ما يلوموا. طب وانا مالي، طب انا مالي وانا مالي وانا مالي مالي. ما بيرفع عين الحمد لله وشكرا. ايه بقى الكلام؟ اسمع ترجمه. ميرسي على المهضومه وصوتك حلو. بيكوز تو انيس هايدي سعد رفايل سعطال وعلي. لا خليك قريب منه لانه منه فيك، منه اصطناعيه، هن على طبيعيتهم. ثانك يو. شعر بعيد، شعر اسمه ايه بقى؟ العزي نانا. نانسك نانا. نانا ثانك يو نانا. حاضر. حي جمهورك يا نمنا، حي جمهورك، حي جمهورك.